عندنا غزة صرت أكرهها والله صرت أكرهها من الوضع اللي أنا فيه. حس أهل النبت أنت حس أهل النبت حس أهل النبت أنت يوم الوكالة بتطلع مساعدتك بتطلع كل شيء وما بتقوليش خدي ليش؟ حولني الشؤون إلي ولبناتي اللي أقدر أستنفع أنا منه ولبناتي. هو حر يعني في إيش في النهاية يعني هو بنى بيتي تاني أنا عن ذنبي الذنب اللي سافر أنا بع أربعة أطفال أنا اسمي مجدولين أبو عبدو، عمري 31 سنة، متزوجة إلي 7 سنوات، كنت أعاني من قبل بالأجرات وأعاني منها، فأجيت هنا وعندي 4 أطفال، أجيت في أراضي حكومية قعدت فيها، فالوضع عندي المادي صعب، عايشة في زينجو في زينجو زي ما أنتم شايفين، وزوجي يعني تاركنا، بسألش فينا ومليش معيل، وبتمنى من أهل الخير اللي بدعموا إنه يقفوا جنبي. أنا هدول أطفال محتاجين رعاية، واحدة بدها كسوة مدارس واحدة بدها كسوة روضة، والله عالم في حالي يعني لجأت لجمعيات كتير. بدي أهيج هدول 4 أطفال مين بدي يعينهم؟ أنا مجهورة بجري بطارد من هنا أوفر بس خبز. طب أنا إيش ذنبي يعني والوكالة بتطلع مساعدته بتطلع كل شيء وما بتقوليش خدي ليش؟ ليش أنا مش إنسان يعني مش حاسين إن أنا موجودة ولا لازم أزل حالي مرة مرتين وعشرة؟ طب أنا بزل حالي لا مرة مرتين وثلاثة مش لهالدرجة يحسوا فيي مش لهالدرجة أنا أروح أتذلل لك أقول لك مشان الله مشان ومشان ومشان وما لقيش نتيجة. هذا بيحتاج خبز الزنبه هادي بالمدرسه الزنبه هادي روضه الزنبه. طب انا الحمل علي انا كله طب انا الزنبي حياتي انا الزنبي فيها كله انضغطت كله قهر كله هان كله شيء مش عيان بوفر الغاز توفير رقم من ايدين الناس ان انا بس ب10 شيكل عبي ودائما اغلب النار اللي على النار مش هذا ظلم مش هذا حرام. البرميل شوفوا كيف منظر البرميل اللي بعبي فيه مي والله بنقله بالشيكل من هنا ببلاش بنقله من جهنم عشان نشيل قلم برميل. ثلاجة في الشي عندي زي الخلق زي الناس فرج غاز في الشي عندي جرة في الشي عندي هواي اني اتهوى شوف الزينجو بموت من الشوك بموت عارف ايش بموت انا وولادي. بتمنى من تعاون الشؤون يحسوا فيي ويقولوا يا عمي يحولوا الشؤون باسمي اسمي واسم بناتي بناتي اولى فيه بناتي انا اولى فيه اولى العالم فيه يعني بغض النظر هو باخذ $100 يا عمي بدينيش منها بدينيش منها والله والله ما بديني منها ومعايا اوراق ومعايا اوراق بس بتزالك معايا كل شيء ومعايا حضانه البنات ومعايا اوراق من المحكمه انه لا شيء يدخل علي من هذا الزلمه.